خلونا ناخد نفس عميق. طلعوا بالسما شو حلوة. طعوا نفس. اوكي. ارتاحوا. شهيق زفير. بعد مرة. طعوا نفس. ارتاحوا. يلا يا شباب بدنا نعمل هالتمرين هيدا 10 مرات. يلا انرجي انرجي يلا. لا نفسي من تمرين تنفس لسه ارفعوا ايدين ومسكوا كثير منيح. لك يا سموحة طولي بالك خذيها لطيف. ارفعي ارفعي ريحي. ما حد دقي. مين اللي اقنعني اطلع الرحلة؟ طب ليكي ما فينا نرجع؟ بعد مرة؟ لك وين بدنا نرجع؟ ونحن بمكان ما بتوصلوا السيارات. تضرب حظي على الرحلة تضرب حظي. هنادي وين كنتي غلطة؟ لقيته يا سميحة لقيته. ليش مين هذا اللي كنتي عم تدوري عليه؟ أنا ما كنت عم دور على حدا، هو اللي دور علي ولقاني. أول شيء تهيئت منه، إجا وقف قدامي هيك مثل مصطيجة بلوك يعني، بس بعدين عرفني عن حاله، طلع مهندس عمره 35 سنة وعنده مكتب هندسي بالمسة وبيته بالمشروع. لا مكتب هندسي بالمشروع وبيته بالمسة. بس عنده مشكلة صغيرة. واحد قلي لي انه مطلق وعنده ولد وبده اياك تربي له اياه. اوعه نو 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 ابدا منه متجوز. بس يلا مشكلته اللي كان شو مشكلتك؟ يعني ما بعرف ليش حسيته شوي صغيره مادي. كل اسئلته كانت عم تدور حول المصاري. معك مصاري ولا ما معك؟ شغلك بيطالع ولا ما بيطالع؟ المصاري ما بتحطيهم بالبيت ولا بالبنك؟ سيارتك شو نوعها؟ ملك ولا ايجار؟ استغربت. ايه هذا فايت على طمع حبيبتي. ايه وانا رأيي من رأي ميديا كومم. انا حسيته كتير مناسب. انت كل الناس بتحسين بيناسبوكي. هنادي شو رأيك تخلي كارول تتعرف عليه؟ بركي بتقدر تكشف لك يعمل حركاته. برافو عليكي سميحة تخيز انتليجنت. شهيد برافو ميديا انت احسن وحده عم بتقوم بالتمارين. يلا خلونا ناخذ استراحه قبل ما نكمل المسير. جولدن ستاركين يا مولا الله يا مولا الله. شوفي نانسي شبكي نانسي شوفي حقول لكم بعدين وفي ايه. والله لو غزال ولا كان غزال انا اساسا ما بعرفه للغزال. حتى لو شفته وجه ما بعرفه اصلا. قناه الحيوان كلها ما بتفرج عليها. انا غزال ايه وبتاع ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو ده الحرامي ولا مش هو؟ لا مو هون. امال فين؟ امشوا معي. هذا هو الحرامي. هذا هو الحرامي. امسكوه. هذا الحرامي اللي سرق لي عمري وحياتي. يلا يلا وانت كمان معاك هتكون مين؟ حرامي. طلع حرامي. حرامي طلع. ليك عم بتقولي لي حدا انسب شخص بحياتي؟ اوعك اوعك تضيعي هالفرصة الذهبية من ايدك. طلع حرامي. خلصت الرحلة ورجعنا لحياتنا العادية. واجا الوقت يلي رح ترجع فيه كمان كارول لبيروت. وجت لحظة الوداع. كارول عن جد نحن كثير حبيناكي وتعودنا عليكي. إذا أنتي ما كثير مضطرة تروحي خليكي كمان كم يوم عنا مو صبايا. يا ريت. يعني صدقوني أنا حابة أكثر منكم بس صار لازم أرجع على بيروت. يعني تركي ستي لوحدها والمركز صار مسكر 3 أيام. هنادي ما عليك زعلانة مني؟ بعد تو أبدا. يعني حرامي. يعني ما لقيتي غير حرامي يناسب شخصيتي. ايه خلص هنادي العريس الجاي رح نطلع لك لإله في شو تشبيه منيح. عن جد كل ما صح لك بتجي عالشام. صار عندك بيت تاني هون ها؟ عن جد صار عندك بيت تاني ها؟ ايه ان شاء الله بتاكلي نفس الكمية اللي انا اكلته هيك. لانه شو لا تطلعي فيني؟ انا ساكنه كنت مع اخي بيت 7 وصوفة. هو قاعد بالصوفة والسبعة لإلي. حضرتها هون العينتين ضلت تنخر براسي تنخر براسي. تعي البيت فاضي منتسلى ما في حدا ما قلتلي انه في 3 قرود. كمل؟ لا لا تكملي. اوكي. وانا العجقة ما بطيئة بالمرة وفادي حدا كتير عجق
بقى قلت لحالي بيجي لهون اريح، قام طلعت كل القردة منهم اعجق من 60 فادي. ما بعرف اذا تي كومبرون نو، يعني انا حدا تري 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 بيان اورغانيزي. حد لفيها بقى. المهم فيك تعتبري البيت بيتك. يعني لو حكيتك الهول بس صدقيني بعدني بتمنى اني اكون وحده منكم، كثير مهضومين. كوكو رح اشتاق لك كثير. وانا كمان اكثر صدقيني. بدي وصيكم برانيا، رنوشه بعيوننا كلياتنا لطات لي. هاي كنت بتمنى اقول باي لميديا بس منا هون. يلا قولوا لها انه دير بالي على فادي. ها بس ما يكون فادي كمان فرصه ما بتتعوض. شوفشكم بخير. طيب وانا ما بدك تودعيني؟ لا انا فيي فل بدون ما ودعي. كوكو عن جد شكرا كثير، عن جد لولاكي انا ما كنت طلعت رحله مع تيم، هي اول مره بطلع لانه حبيبتي. وعدتوني بزياره قريبه على بيروت. ها يا شو ان شاء الله. ان شاء الله.